شيفر سانتي 13% من الأطفال في تونس يعانيوا من مرض السمنة. هذه كشفتها دراسة وطنية حول تغذية الأطفال في تونس واللي كانت أعدتها الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات. ارتفاع نسبة النسبة لدى الأطفال، ارتفاع نسبة السمنة لدى الأطفال، نقص فاتح في تناول الأغذية الطبيعية وعدم اتباع تغذية صحية متوازنة عند الأطفال. الدراسة كانت شملت 2000 طفل بين ولاد وبنات في تونس من شريحة عمرية بين عامين وعشر سنين مع معدل أعمار بستة سنوات وكانت توزعت على 24 ولاية. وكشفت الدراسة هذه أنه نسبة السمنة لدى الأطفال توصل 21% مع زيادة في الوزن ب 13.7% من مجموع الأطفال اللي شملتهم الدراسة، وتنجم توصل هذه النسبة حتى 50% في سن 10 سنين. تمس هذه الظاهرة خاصة جهة الوسط الشرقي وين 47.1% من أطفال الجهة يعانيوا من السمنة. دونك نصيحتنا اليوم، رد بالكم على تغذية أطفالكم. هذا كان شيفر دي جور بالنسبة لليوم. شيفر سانتي